بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 138. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا في الحلقة الماضية طرف من تعليق المؤلف رحمه الله على حديث إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأخذ من ذلك المؤلف رحمه الله قوله: وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: على حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قال: أخذ منه أحمد بن حنبل رحمه الله صلاة التراويح جماعة. نعم. لقوله من قام مع الإمام، فهذا فيه أن صلاة التراويح تشرع لها الجماعة. الجماعة. والأمر الثاني أنه يستمر مع الإمام حتى ينصرف، حتى يحصل على هذا الأجر ولا ينصرف قبله ليفوته هذا الأجر العظيم. وهذا كما أشرنا في آخر الحلقة السابقة فيه رد على من إذا صلوا 10 ركعات بخمس تسليمات مع الإمام في الحرمين ينصرفون، وأين يذهبون؟ يجلسون يضحكون ويمزحون ويؤذون المصلين ويتظاهرون بمخالفة السنة، أيضا يتظاهرون بمخالفة السنة. فهذا هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. وإذا كانوا لا يرغبون صلاة التراويح مع الإمام فلينصرفوا إلى بيوتهم ولا يظهروا بهذا المظهر السيء. الناس يصلون وهم جالسون ومعرضون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. نعم، هذا يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف أوكد من أن تكون صلاة التراويح سنة مطلقة. مطلقة، بل هي سنة مقيدة مع الجماعة. سنة مقيدة مع الجماعة، هذا أفضل. ولو صلاها منفردا في بيته أو في أي مكان فقد أتى بالسنة، لكن فاتته الفضيلة، وهي فضيلة الجماعة وتحصيل قيام ليلة كاملة، تحصيل أجر قيام ليلة كاملة. نعم. وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. كانوا في لما تخلف عنهم، لما تخلف عنهم في الليالي الباقية كانوا يصلونها جماعات، وأقرهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل أن يبين أنها ليست فريضة، إذ لو كانت فريضة ما جاز لهم أن يتفرقوا فيها إلى جماعات. فهو أراد من ذلك عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبين أنها ليست فريضة تتحتم فيها الجماعة. نعم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فأكثر محتجين بهذا. لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه
لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الذين احتجوا بقول عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على إمام واحد نعمة البدعة هذه، قالوا فإن هذا فيه دليل على أن هناك بدعة حسنة لقوله نعمة البدعة، وهذا مدح دل على أن هناك بدعا حسنة يقال نعمة البدع فهي حسنة. فنقول لهم إذا رجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن عمر لم يحدث شيئا من عنده، وإنما أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها بأصحابه ثم تخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليه، تخلف عنهم لغرض لا لأن صلاة التراويح جماعة غير سنة، وإنما تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فاستقرت السنة جماعة وانتفت الفرضية. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والتراويح ليست واجبة وليست فرضية، عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة بعده صلى الله عليه وسلم، فهو فعل سنة ولم يفعل بدعة، وأطلق على السنة أنها بدعة من باب البدعة اللغوية، والبديع هو الشيء الحسن، البديع والحسن هو الشيء الحسن والشيء الذي لم يسبق له مثال. فمضت عليهم فترة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وهم يصلون متفرقين، فعمر أعادهم إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك، واعتبر هذا أنه بدعة حسنة يعني سنة حسنة، وأما البدعة فليس فيها شيء حسن. فعمر لم يأتي بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال هذا بدعة، وحاشاه أن يأتي بشيء ليس عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل عمر مبين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضح لها. نعم. قال فأكثر محتجين بهذا أي قول عمر لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة. لو أننا احتججنا بقول عمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فقول عمر حجة لأنه ثاني الخلفاء الراشدين وقول الراشدين سنة. لو احتججنا بهذا لقالوا لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفوا أن يكون قول عمر حجة، في حين أنهم لما كان لهم هوى في إثبات البدعة الحسنة كما يقولون احتجوا بقول عمر لأنه يوافق أهواءهم في الظاهر، وإلا فهو لا يوافقها في الحقيقة. لكن شوف صاحب الهوى كيف يذهب به هواه. نعم. ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث. نعم، هذا صحيح، هذه قاعدة أن قول الصاحب أو الصحابي حجة ما لم يخالفه غيره، حتى لو خالفه غيره من الصحابة لم يبقى حجة. فكيف إذا خالف الحديث الصحيح؟ نعم. فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم، فنحن نخصمهم بمذهبهم، أننا لو احتججنا عليهم بقول عمر لقالوا هذا قول صاحب ولا يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم، في حين أنهم هم ناقضوا قاعدتهم فاستدلوا بقول صاحب على أن هناك بدعة حسنة، مع أن قول عمر رضي الله عنه لا ينطبق على ما يريدون. نعم. قال رحمه الله نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين. لم يخالف بقول الصاحب الذي لم يخالف. نعم، هو مسألة الاحتجاج بقول الصحابي هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه حجة ما لم يخالفه صحابي آخر، لأنه إذا خالفه صحابي آخر فليس الأخذ بقوله بأولى من الأخذ بقول أخيه الصحابي والآخر
الآخر. نعم. على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا حسنة تلك البدعة، أما غيرها فلا. نعم. يفيدهم حسن هذا حسنة. أعد العبارة. قال نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف. الذي لم يخالف يعني لم يخالفه أحد من الصحابة، لأن الصحابي تتلمذ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أخذ عنه هذا الشيء، فيحتج بما رواه أو بما فعله إذا لم يخالفه صحابي آخر. نعم. فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. تلك البدعة يعني خاصة اللي هي فعل عمر، اللي هي التي هي فعل عمر، هذا على التنزل معهم. نعم. هذا على التنزل معهم. لكن من أين جاءوا بحسن بدعة المولد وحسن بدعة البدع الأخرى التي أحدثوها من الأذكار والصلوات وأنواع العبادات التي لا دليل عليها؟ هل عمر قال هذا أو فعل هذا، أو أحد من الصحابة غير عمر فعل هذا أو قال هذا؟ أنى لهم هذا، وإنما يرجعون إلى قول الصحابي إذا احتاجوا إليه. نعم. وأما إذا لم يحتاجوا إليه فإنهم لا يعبؤون به. وكيف يعبؤون به وهم لا يعبؤون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن كل بدعة ضلالة. نعم. ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية. نعم. هذه نعمة البدعة يعني البدعة اللغوية لا الشرعية، فإن البدعة اللغوية هي ما كان على غير مثال سابق. نعم. وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. نعم. وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. البدعة اللغوية لها تفسير والبدعة الشرعية لها تفسير. فالبدعة اللغوية ما وجد على غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فهو ما أحدث بغير دليل، بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أنه على غير مثال سابق، بل لم يكن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله. نعم. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. نعم. ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يظهر العمل به إلا بعد مدة مثل صلاة التراويح، لم يظهر العمل بها وهي جمعهم على إمام واحد إلا بعد مدة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا يمنع هذا أن يكون هذا سنة تأخر العمل بها، لكن أصلها ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ليست بدعة. ومثال ذلك أيضا كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في بيان أسنان الإبل في الصدقات ونصاب الإبل، هذا كان عند أبي بكر رضي الله عنه. فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وأرسل أنس بن مالك إلى البحرين، أعطاه هذا الكتاب الذي فيه بيان الصدقات وأنصابها ومقاديرها، فتأخر العمل بهذا الكتاب ولم يظهر إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. هل يقال إن هذا بدعة؟ هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يظهر ويعرف إلا بعد مدة. وكذلك سائر السنن التي تخفى على الناس وهي ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أحد وأحياها
لا يقال إن هذا بدعة، وإنما يقال إن هذه سنة، وهذا أحيا السنة، أحيا السنة، لا يقال إنه أقام بدعة إلا من قبيل اللغة العربية. هذا واضح ولله الحمد، ولا يحتاج إلى أكثر من هذا. نعم. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة. نعم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله، إنه ليس ببدعة، وإن تأخر العمل به وإن جهله الناس، نعم، ولم يظهر إلا بعد مدة، فإنه سنة ما دام له أصل في الكتاب والسنة فهو سنة. لكن إذا ظهر وعرفه الناس قد يقال إنه بدعة لغوية لا بدعة شرعية. نعم. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. نعم، لفظ البدعة في اللغة يكون في العبادات ويكون في العادات ويكون في الأشياء المستجدة من المخترعات والمصنوعات وغير ذلك، فهي أعم من البدعة الشرعية. البدعة الشرعية خاصة بالعبادات فقط، أما البدعة اللغوية فتكون في العبادات وتكون في العادات والمباحات والمستجدات. نعم. فقول عمر نعمة البدعة، هذه هو من قبيل البدعة اللغوية. نعم. صلى الله عليكم. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا لا يشمل البدع في العادات والمعاملات والمخترعات وغير ذلك من الأمور الدنيوية والمباحات، لا يشمله قول الرسول إنه ضلالة، بل هذا مما أباح الله الانتفاع به. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، المراد به البدعة في الدين خاصة، كل بدعة ضلالة. ولهذا في صدر الحديث قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلو أن المستدل الذي يريد الحق يأتي بالنص كاملا، نعم، لتبين له الحق، ولكن بعض الجهال أو بعض الضلال يقتطع جزئية من الدليل ويفصلها عن غيرها ثم يستدل بها ويحدث شيئا يهواه ويريده ويستدل بلفظة أو بقطعة من الآية أو من الحديث، وفي حين أنه لو ساق الحديث كاملا أو الآية كاملا لتبين له الحق والسياق، فهذا أمر يجب التفطن له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. العبادات لو قيل إنه ما أحدث على غير مثال سابق كله بدعة لشمل ذلك ما جاء به الأنبياء، فإن الأنبياء إنما جاءوا بشرائع محدثة على عهدهم، نعم، وبعد إرسالهم من الله سبحانه وتعالى، فهل يقال إن هذا بدعة شرعية؟ لا، هذا تشريع من الله، لكن قد يقال إنه بدعة لغوية. نعم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، هذا السياق يعطينا التفصيل الكامل في هذه المسألة الذي يريح طالب الحق. نعم. هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فجاء ناس فصلوا بصلاته، فتعالم الناس في النهار فجاء فكثروا أكثر من الليلة الماضية، ثم تعالموا في الثالثة فضاق بهم المسجد، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم
خشي أن تفرض عليهم، فتأخر ولم يخرج إليهم ولم يسكت ويتركهم، بل لما صلى بهم الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم سبب تأخره عنهم. نعم. فإنه قال لم أتأخر عنكم، لقد علمت مكانكم البارحة ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهذا هو الذي سبب تأخره صلى الله عليه وسلم، خشية الفرضية. وأما السنية فهي استقرت وبقيت، وهي صلاة التراويح جماعة. نعم. قال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلوا في بيوتكم يعني صلاة التراويح وغيرها، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، لأن هذا أدعى للخشوع وأقرب وأبعد عن الرياء، وفيه إحياء للبيت بذكر الله وطرد للشياطين. فينبغي أن يجعل المسلم لبيته حظا من صلاته النافلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، قبورا ولا تتخذوها قبورا. فلا شك أن صلاة المرء في بيته النافلة أفضل، لكن صلاة التراويح لما كانت تشرع لها الجماعة في المسجد فصلاتها جماعة مع المسلمين أفضل من صلاته إياها في بيته، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. نعم، علم بذلك أن الخروج لصلاة التراويح أنه مستحب ومستمر، ولكنه هو بخصوصه صلى الله عليه وسلم لو خرج للزم على ذلك محذور، وهو الفرضية. أما خروج غيره فليس فيه هذا المعنى، فلذلك بقيت صلاة التراويح مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وما يزال المسلمون ولله الحمد يقيمونها في المساجد. ولكن لما جاء بعض المتعالمين الآن صاروا يشككون في صلاة التراويح ويتلاعبون بها، وقد يغلقون المساجد الله ويذهبون للعمرة أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء يجب منعهم ويجب فصلهم من الإمامة، لئلا يشوشوا على الناس في عباداتهم ويحرموهم من فضيلة قيام رمضان وصلاة التراويح والتهجد في المساجد. نعم. قال فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة. سمي بدعة من هذا الوجه، لأنهم لم يكونوا يعملونه من قبل، وهو سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البدعية إنما جاءت في المظهر، جاءت في المظهر، في المظهر فقط، بدعية اللغة يعني لا بدعية الشرع. نعم. وإنما بدعية اللغة. نعم. قال فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية. نعم. لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. هذا هو، خشية الافتراض إنما كان الفرض والتحريم والتشريع في عهده في حياته صلى الله عليه وسلم، فلما مات انتفى هذا المانع، لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك أعادهم عمر على ما كانوا عليه في بداية الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا هذه السنة بعد تأخر العمل بها لما فات المحذور الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم يقل لهم إن صلاة التراويح غير سنة، وإنما قال خشيت أن تفرض عليكم، هذا هو الذي منعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه. كان صلى الله عليه وسلم في
في حياته ينزل عليه القرآن، وكان يأمر بكتابته، يأمر بكتابة القرآن الآيات ويرتبها صلى الله عليه وسلم. فترتيب الآيات هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجمعه في مصحف واحد، وإنما كان مفرقا، يعني كان يحفظ في الصدور ويكتب في السطور، لكن يكتب في صحائف ما تيسر من الصحائف والرقاع والعظام واللخاف وعسب النخل. فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن متكامل في الصدور وفي الكتابة، لكنه كان مفرقا لم يجمع في مكان واحد، لا في مكان واحد. فلما وكان الصحابة يعتمدون على حفظ القرآن لا على الكتابة، وإنما الكتابة توثيق فقط، توثيق للقرآن، فكانوا يعتمدون على حفظهم ويتناقلون القرآن عن الحفظ فقط والتلقي. فلما جاءت وقعة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، وكثر القتل في القراء الذين يحفظون القرآن، خشي الصحابة من ضياع شيء من القرآن إذا قتل حفاظه، فأشاروا على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن من الجهات المتفرقة. فجاء بزيد بن ثابت ومن معه، فجمعوا القرآن من الأمكنة المتفرقة وجعلوه في حيز واحد لئلا يضيع منه شيء. فهذا العمل من أبي بكر رضي الله عنه لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي كان على عهد الرسول الكتابة دون الجمع. فأبو بكر جمعه لغرض صحيح، وهي خشية أن يضيع منه شيء. أن يضيع منه شيء بقتل حفظته أو موتهم. فهذا الجمع أجمع عليه الصحابة وأقروه، فكان القرآن مجموعا في مكان واحد في عهد أبي بكر وعمر. ولما تولى عمر بن الخطاب بعد أبي بكر آل إليه القرآن المجموع، وكان عمر أودعه عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه القرآن لا يزال مجموعا وعند حفصة، ولكن كان القراء مختلفين في قراءاتهم، هذا يقرأ بوجه وهذا يقرأ بوجه، فلاحظ ذلك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وخشي أن يحصل في هذه الأمة ما حصل في بني إسرائيل من الاختلاف في قراءة القرآن، فأشار على عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد، مصحف واحد، فجمعه في مصحف واحد ونسخ منه عدة نسخ للأقاليم وأرسلها للأقاليم، وهذا ما يسمى بالرسم العثماني، فجمعهم على مصحف واحد. وإن اختلفت القراءات في الرسم فإنما دامت القراءات موافقة للرسم العثماني فهي قراءة صحيحة، وما خالف الرسم العثماني فإنه غير صحيح. فبهذا حصل حفظ القرآن الكريم. هذا قصد الشيخ من هذا، أن هذا عمل لا يسمى بدعة، لأنه حفظ للقرآن الكريم من الضياع، فلا يسمى بدعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.